الدول الإفريقية بتنظر لبعض التنظيمات التي نراها تنظيمات إرهابية أو تنظيمات مسلحة أو بها خطورة على الأمن الداخلي المصري أو الأمن العام القومي المصري، بتنظر لها نظرة مختلفة تماما، ولا تنظر لها بوصفها منظمات إرهابية، وقد يكون بعض الاتفاقات أو الاتفاق الأيديولوجي لو صح التعبير. بنتعامل إزاي مع هذه الدول؟ لا، في الحقيقة ما فيش دول في أفريقيا بتنظر إلى تنظيم الإخوان المسلمين بأي نظرة إلا باعتبارها منظمة بتعتبرها مصر ودول كثيرة أخرى كانوا منظمة إرهابية ومدركين لمخاطر المرتبطة بالفكر المتطرف اللي بتروج له الإخوان المسلمين وغيرها من المنظمات المرتبطة بها. فيعني بصفة عامة الإدراك على القارة الأفريقية كبير فيما يتعلق بخطر الفكر المتطرف، خطر التنظيمات وما تشهده القارة الأفريقية من عمليات إرهابية في الصومال بشكل متكرر واستهداف للأبرياء من بوكو حرام في غرب أفريقيا، من الضغوط على دول الساحل والصحراء وفي دول مثل مالي وتشاد والنيجر، كلها بتجعل الرؤية واضحة والرغبة في التعاون مع مصر ومع على نطاق الدول الأفريقية بينمو كل مدى.